كارين جان بيار المتحدثه باسم البيت الابيض شددت انا اؤكد ان لا وجود لطبيعه فضائيه او مخلوقات فضائيه متورطه بموضوع هذه الاجسام دعوني اكرر ان لا صله بالكائنات الفضائيه على الاطلاق أما جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي فاختار توجيه الاتهامات إلى إدارة الرئيس ترامب في محاولة لتحييد النظر عن التطورات لا زلنا لا نعلم الكثير عن هذه الأجسام ولكن ما أود الإشارة إليه فهو أن عددا من هذه الأجسام مر فوق بلادنا والإدارة السابقة لم ترصدها نحن فعلنا ذلك رصدناها وأسقطناها الجيش الامريكي اسقط ثلاثة اجسام مجهولة في المجال الجوي لامريكا الشمالية في غضون ثلاثة ايام، الجسم الاول اعلن عن اسقاطه يوم الجمعة في الاسكا، ما نعرفه عنه حجمه اصغر من البالون الصيني الاول وهو بحجم سيارة صغيرة وغير مأهول، بالاضافة طبعا الى الجسم الثاني الذي اسقط في كندا له شكل أسطواني وأسقطته طائرة إف-22 أمريكية في الأراضي الكندية لنصل إلى الجسم الذي أسقط يوم الأحد في ولاية ميشيغان الأمريكية وأدى لإغلاق المجال الجوي فوق بحيرة هورون وهو الأغرب من بين الأجسام السابقة فهو هيكل مثمن الأضلع له خطوط متدلية ولا توجد حمولة يمكن تمييزها ولا مؤشر على امتلاكه قدرات للمراقبة على الرغم من عدم استبعاد ذلك وتم أسقاطه من طائرة F-16 أمريكية الغموض يؤجج نظريات المؤامرة بشكل كبير فموضوع الأجسام المجهولة ورط ثلاثة حكومات حتى اللحظة، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي لأربع ولايات أمريكية على مدى عدة أيام. واليوم الصين تتحدث عن رصدها لجسم مجهول فوق منطقة البحر الأصفر الذي اعتبرته واحدًا من عشرات البالونات الأمريكية التي رصدتها منذ 2022. I don't think, um, that... من غير المرجح ان هذا صحيح، لو رصدت الصين سابقا هذه الاجسام لكانت اسقطتها وعرضتها واستخدمت كل القنوات الدبلوماسيه لتقدم شكوى ضد الولايات المتحده في الامم المتحده ومجلس الامن منذ لحظه اكتشافها. تبقى تداعيات رصد هذه الاجسام مرتبطه بالحطام الذي تحاول السلطات الامريكيه الحصول عليه. فحتى اللحظه عمليه الانتشال تواجه معوقات كثيره مثل الطقس والمساحات الجغرافيه الواسعه بالاضافه الى الدمار الذي يمكن ان يكون لاحقها جراء قصفها بالصواريخ